إذا نرحب بمدربة التوجيه الأسري في هذا الصباح سرى الناصر. صباح الخير لك سرى. صباح الخير. يعني سرى بداية، يعني يمكن هذا الموضوع من أكثر المواضيع اللي ممكن يكون مثير للسخرية على فكرة لبعض الأبناء ولبعض الأمهات ولبعض الآباء، بسبب أنه إحنا ما تربينا على هذه الفكرة، فكرة الخصوصية، فكرة المساحة الخاصة للأشخاص. إجا الحظر لقينا حالنا مجموعين بمساحة صغيرة، يعني ما في مجال، يعني حتى الأم اللي كانت دائما متعودة أنه الزوج في العمل والأولاد في المدرسة عم تأخذ هاي الخصوصية وهاي المساحة سرقة. شو رأيك سورة بهاي الفكرة؟ أول إشي رمضان كريم، شكرا لكم. هلا طبعا مع الحظر، يعني زي ما قلتي المساحه عم بتقل، او والكونكشن يعني التواصل بين العائله عم بيكون اكثر، بس بنفس الوقت الخصوصية إشي كتير مهم بالنسبة إلنا إحنا كأهل، وكمان بالنسبة لأولادنا. كيف إحنا منبلش؟ إنه إحنا نحترم وقتنا الخاص. هلأ قد ما بيكون صعب كتير كتير إنه يكون في وقت خاص هلأ للأم أو للأب لحالهم، يقعدوا مع حالهم، بس من الأحسن أو الصحي أكثر إنه الأهل يقدر يخلق هاي المساحة مع حالهم. ليه؟ لأنه الخصوصية مهمة للإنسان عشان يرجع يتواصل مع نفسه، عشان يرجع يعطي طاقة للي حواليه، وبنفس الوقت كمان منيحة للأطفال عشان نعلمهم على إحنا كقدوة، إحنا نكون إلهم، إنه نعلمهم إنه بما زي ما إحنا كمان إلنا وقت خاص ونعطي حالنا مساحة، برضو أنتم كمان إحنا نعطيكم مساحة، بنحترم اختلاف شخصياتكم. فالخصوصية إشي كتير مهم طبعا أكيد، صحيح. وهو أنا بعتبره حق من حقوق الإنسان. هلا رح نرجع لموضوع انه حق، ولكن المشكله عندنا سرى لم تبدا ولم تنتهي عند الاسره الصغيره. يعني نحن حتى كمجتمع خصوصيه الافراد والعائلات يمكن اعتدينا عليها بشكل كثير كبير. جاء الحظر ايضا ليعزز فكره الخليه الوحيده الصغيره. هاي الخليه الصغيره هي بحاجه ان تنشئ أطفالها على يعني فكرة احترام الخصوصية، ولكن دعينا نقول من أين نبدأ؟ من عند الأم مع أطفالها الصغار؟ هل هو موضوع تعويد؟ هل هو موضوع أيضا من الممكن أن يكون قوانين وقواعد؟ ما هي برأيك الفكرة الأساسية اللي يجب غرسها؟ هلأ الفكرة الأساسية اللي بدنا نغرسها إنه كل إنسان بالحياة له خصوصية، فهاي بتبلش من أول يوم الطفل بنخلق فيه، إنه إحنا نحترم خصوصيته ما نقارنه بغيره. طبعاً زي ما قلتي إحنا في مجتمعاتنا يمكن مش كتير متعودين على هاي الفكرة، لأنه عنا فكرة العيب كتير يعني دارج عنا، وإنه ودائماً مرات حماية الأطفال زيادة عن اللزوم بتخلينا إنه مرات ندخل بخصوصياتهم، وطبعاً بنية منيحة، بس عم بتخلينا هاي الأشياء إنه ما نخلي الطفل برضه إنه يحترم خصوصية أهله. فمرات كمان عدم مشاركة الأم مشاعرها مع أطفالها إنه بتخليهم إنه ما يعرفوا هي شو مالها، وبنفس الوقت هي ما عم تعطي لحالها هاي المساحة، فما عم تقدر تربي أولادها عليها. يعني خلينا نحكي إنه هذا النوع من التراكم في العواطف ممكن يخليها عدم التعبير عن المشاعر، بنفس الوقت ممكن يخليها تكون مضغوطة لدرجة إنها مش قادرة تسيطر على الموقف. يعني شو فكرة المشاعر أنت برأيك بهذا السياق؟ هلأ ليه؟ لأنه إحنا من أول إشي منبلش نعلم الأطفال الخصوصية لما إحنا كأهل نبلش نحترم مشاعرنا، لأنه طبعاً الخصوصية إنه شو بس نحكي عن خصوصية، كل إنسان بالحياة له خصوصيته، كل إنسان بشعر بمشاعر مختلفة عن غيره. فأنا لما أبلش أحترم مشاعري بعلم أطفالي إنه في خصوصية بالحياة. لما يبلش الولد عمره أكثر تقريبا من عمر سنتين، برضه منبلش نعلمهم على خصوصية الجسد تعيدهم، إنه أنت ممنوع حدا يلمسك، وبنفس الوقت منعلمهم على خصوصية المعلومات، إنه في كتير أطفال ما بحبوا نشارك معلومات عنها. ممكن إحنا نفكرها كأهل إنه عادي، شو يعني، ما هو أنا عم بحكي هذا الموضوع لأختي أو لأمي أو لعمه، شو المشكلة؟ فمن هون إحنا منبلش نعلم الطفل على إنه أنا لما مثلاً ما أشارك كل معلوماتك، ولو في أشياء كمان بالحياة مو ضروري كل الناس تعرف فيها، هون بصير الطفل يتعود. يعني خلينا أحكي مش بس بالتعويد، هي يعني مش كل إشي بالحياة الأسرية هو نظام، قد ما هو يعني شوي في أشياء عفوية. لما هو الطفل
يشوف مثلا امه بهاي الوقت اللي انا مثلا بدي افوت البس. انا كثير يعني بتواصلوا معي، طب احنا يعني اولادنا حتى واحنا بنلبس بكونوا فوق راسنا، طيب بس مش غلط انه او من الاصح انه انت تعلم ابنك انه انت الك وقتك، وانت حتى لما مثلا بدك تلبس او بدك تشرب فنجان القهوه بتحب انك تشربه على رواق، يمكن انه بعيد عن اي حدا. صحيح، يعني يمكن هذا بيأكد وبركز على فكرة يعني الخصوصية اللي بدنا نبلش عندها مع الأطفال، يعني فكرة مثلا الوقت الخاص للأم، إن كان حتى إذا بدها تأكل، إذا بدها تشرب، إذا بدها تأخذ شاور، يعني كل هاي الأمور يمكن كل الأمهات بيعانوا منها، لكن كيف بدنا نمهد للأطفال هاي الفكرة، فكرة أنه أنا ممكن أكون بحاجة لوقتي الخاص أقعد مع نفسي، هذا لا يعني أنه أنا أرفضك أنت كابني أو كزوجي أو أي شخص من أفراد العائلة. حلو، هلأ بدنا نكون منتبهين كمان على الكلمات اللي بنحكيها مع أطفالنا، يعني مثلا لما الطفل نحس أنه عم بزعجنا بدل ما نحكي له أنه أنت مزعج، نحكي له أنه أنا في هذا الوقت حاسة حالي أنه أنا متضايقة شوي، بدي وقتي لحالي. فهون ببلش الطفل يحس أنه المشكلة مش فيه أو بصفاته، مش أو أنه الفكرة أنه أنا أمي إنسان بني آدم بدها مساحة شخصية لإلها. يعني خلينا نقول انه الاسلوب انه انا يمكن انا بدي مساحه شخصيه، مش انا عم بطالب بشيء ما يعني حق يعني بطريقه عصبيه، يمكن الطريقه هي اللي بتفرض انه احنا بدنا نقسم وقتنا بين بعض، احنا بدنا نحس انه هلا انت وقتك الخاص انا ما رح اتدخل فيك، ممكن اعطيه هاي المساحه عشان يفهم شو انا اللي عم بحكيه بالضبط. هلأ شوفي، هي الوقت الخاص للأطفال يعني ما بدي أحكي أنه أنت بدك تعطيه وقت خاص، لأنه الطفل طبعاً والعمر يعني منيح وممكن يصير عمره 10 سنين، ما تقدري أنه تتركي أنه كومبليتلي لحاله، لأنه بالآخر هو يعني بدك تحميه أنه يكون تحت عينك. بس بتبلش برجع بحكي فكرة الخصوصية، لما أنا أحترم اختلافاته، لما يعني حتى ألعابه، يعني إحنا أكيد ما عم نحكي بفكرة إنه أنا أتركه بغرفة، أو يعني الفكرة يمكن الخصوصية إلها أبعاد كتير كبيرة، اللي هي فكرة أشيائك وألعابك، خصوصية وقتك، إيش بتحب تعمل فيه، يعني كلها هاي أمور على فكرة مش متعارف عليها سرى بيناتنا بعائلاتنا. ويمكن هلأ في عائلات عم تجتمع ببيوت واحدة 7 و8 أشخاص، أنا بدي كمان أقفز عن فكرة يعني 7 سنين و8 سنين، إحنا المشكلة وصلت لمرحلة أنه المراهق لا يجد مكان يعني يعبر فيه عن نفسه، مساحة شخصية يعبر فيها عن نفسه، وهذا جزء من المشكلة الأساسية اللي بتكون فيها عدم التوازن بالشخصية، عدم الإحساس بالقيمة الذاتية، يعني هاي كلها أشياء. هل برأيك فعلا قلة الخصوصية وقلة المساحة الشخصية ممكن أنها تأثر سلبا بهذا السياق؟ طبعا أكيد بتأثر سلبا، لأنه أصلا كيف الإنسان بده يكتشف حاله وشو بحب إذا هو ما قعد مع حاله، إذا ما كان له وقت لحاله. وبالنسبة للمراهقين زي ما حكيت إنه مرات الأهل بيكونوا كتير خايفين إنه طب هو شو عم بيعمل لحاله. لا، هلأ إذا الطفل أو المراهق قعد لحاله مش معناته إنه في سر بحياته أو إنه عم بيعمل إشي غلط، معناته إنه هو محتاج هذا الوقت لإنه يكتشف حاله. كمان بعمر المراهقة بتصير حاجته للاستقلالية بتزيد. أما بالنسبة للأطفال دائما بحكي وأشجع اللعب الحر. شو يعني لعب حر؟ يعني خلي الطفل يلعب شو ما بده بدون ما أنت تعطيه. بتعرفي هلأ في بهاي الفترة انتشرت إنه اعمل هاي النشاط لابنك وخلي وقت ابنك إنه دائما مشغول. على فكرة هاي الفكرة مش ضروري إنها تكون صح، لأنه كتير منيح إنه كمان الطفل يكون له وقت فراغ إنه أو يزهق أو يصير يستكشف شو هو بيحب يعمل. فمن هون كمان بنعطيه مساحة إنه أنت أعمل اللي أنت بدك إياه بدون ما أنا يعني أعمل عليك نظام وقواعد شو الألعاب اللي حتى بدك تلعبها. وكمان لما بده يشتري ألعاب مش غلط إنه إحنا كمان أعطيه خيارات شو اللعبة اللي بدك إياها. حتى لما بدنا نفرض قاعدة معينة في المنزل إنه برضه أعطيه خيار، يعني مثلا أنا بحب إنه بنتي تقرأ كتب، مو ضروري أمسك هالكتاب وأشتري لها إياه، لا بعطيها مساحة أو حرية إنه خيار إنه شو الكتاب اللي أنت بدك تقرأيه. فهون أنا بكون زرعت الإشي اللي أنا حبيته ببيتي، وبنفس الوقت أعطيت طفلتي هذا الخيار اللي بخليها تحترم حالها، تحترم رغباتها وتحترم رغبات غيرها كمان. طيب خلينا نحكي بالعكس سرى، إنه أحيانا بيكون الطفل أو المراهق
هو اللي عم بيحاول انه يخلق خصوصية لنفسه بالوقت اللي الاب والام مش عم بيفهموا هذا المبدأ، وبيفكروا انه هو نوع من الثوران بسبب المراهقة وبسبب الكثير من الامور، وبفرض انهم يعطوهم هاي الخصوصية. ادراك يعني زي خلينا نقول فقد الشيء لا يعطي من الأب والأم، لأنهم ما تعودوا ولا تربوا على هذا الموضوع، ويمكن هذا اللي خلى كثير من الأهالي، يعني أشوفي أنا كيف فتت الأمور ببعض، إنه فكرة إنه اللي ما تربى على هاي الخصوصية واحترام الخصوصية لن يخلق عائلة تحترم خصوصيتها أمام العائلات الأخرى، يمكن هذا سبب من المشاكل أيضا اللي ممكن تدخلي فيه كثير من العائلات. لكن الجيل هلأ واعي، الجيل هلأ قادر على إنه هو ياخذ حقه أكثر، فكيف يتعامل أو كيف ننور الأهل الأم والأب على هذا الموضوع؟ هلأ أنا مش مع مقولة فاقد الشيء لا يعطيه، بالعكس ممكن مرات أنه فاقد الشيء يعطيه، بس إذا بدي أنا أتخيل السيناريو أنه في مراهق أو طفل عم بفرض خصوصيته عند أهل مش متعودين على هذا الإشي، ما رح يكون سهل عليهم، لأنه يمكن يصير يفكروا بطريقة طب هو ليه بده خصوصيته، هو شو عم بيعمل من ورانا. هلأ بعتبر أنا وخصوصي في مرحلة المراهقة التواصل والعلاقة الجيدة بين الأم والأب مع أطفالهم هي حلقة التوازن بين الثقة وإني أنا بنفس الوقت أعطيه خصوصيته. هلأ مش معناته إذا أنا بعطيه خصوصيته معناته أنا ما أكون على اطلاع على حياته، لأنه بالآخر الأم والأب مجبرين ومن مسؤوليتهم حماية أبنائهم وضروري أن يكونوا مطلعين على حياة أطفالهم، بس خلينا نحكي بذكاء يعني وبأسلوب. يعني أنا الأسلوب مثلا اللي بدي أحكي أنه أراقب بطفل عمره 4 سنين يختلف عن الأسلوب اللي أنا براقب طفل فيه عمره 14 سنة، وزي ما حكيت أنت الجيل هذا واعي وبفرض على أهله، وكمان بصراحة يعني كمان جيل الأمهات والآباء في هاي الفترات كمان واعيين، وحتى لو في أشياء ما تعودنا أو ما تربينا عليها عم نتعلم كمان من أطفالنا. أنا بحكي دائما أن الطفل هو أكبر معلم في الحياة. صحيح. طيب خلينا نحكي هلأ بجانب آخر اللي هو جانب أيضا الزوجة مع زوجها. يمكن إذا الزوجة احترمت أيضا خصوصية الزوج رح يستطيع أنه هو كمان يحترم شخصيتها ويحترم أولادها. فخلينا نحكي من أين تبدأ الفكرة، هل الزوج باحترامه لزوجته ولوقتها الخاص لقعدتها مع نفسها إنها تيجي تقعد تشرب قهوتها بالطريقة اللي هي بتحبها، هل من الأم اللي هي سيدة المنزل، ولا الأبناء زي ما قلتي ممكن هم يعلموا أطفال يعلموا الأب والأم، شو القواعد الجديدة؟ مين العامل الأكبر والأكثر تأثيراً برأيك؟ والله أنا دائماً بحكي الأم إلها تأثير كبير جداً، ولما ربنا أعطى مسؤولية الأمومة يعني والحمل والولادة والرضاعة على الأم، يعني لأنه عارف أنه عندها قوة خرافية بتقدر هي زي بدي أحكي تفرض كثير قوانين في المنزل. فلما تكون الأم هي بداية تحترم نفسها وتحترم احتياجاتها، تحترم وقتها الخاص، بعدين بتيجي بتقول لك الأم أنا ما عندي وقت أقعد لو 5 دقائق، هذا الوقت أنت موجود بس أنت ما خلقتيه لساتك، وعندك مجال وقت في كل أسرة، حتى لو الأسرة فيها 10 أولاد بتقدر الأم إنها تفرض خصوصيتها. فبتبلش خلينا نحكي من عند الأم، وطبعا في حالات أخرى ممكن والله الرجل هو يعلم المرأة على أنه احترام وقتها ووقته، فيعني ما بدي أحكي أنه في إشي يعني ينطبق على كل الأسر، لأنه الأسر مختلفة، ومرات كتير في أولاد وأطفال هم نوروا أهلهم على أشياء كتير بحياتهم وفتحوا عيون أهلهم. بالآخر إحنا أصلا نتمنى أن أولادنا يفتحونا على أشياء، لأنه يعني جيلهم مختلف، وأكيد إحنا في عنا جيلنا فيها حسنات كتير، وبرضه هم في عندهم برضه أشياء إحنا رح نتعلمها، لأنه هم كمان جيلهم يعني يحترم. نعم سورة، أخيراً بدي أحكي عن فكرة التضحية اللي إحنا دائماً يعني بنسمعها من كثير من الأمهات والآباء، أنا ضحيت بوقتي عشانكم، أنا ضحيت بكل شيء أنا بحبه، بالأشياء اللي أنا مثلاً بحب أشتريها. هل هذا بيندرج ضمن تحت أنه أيضاً الخصوصية لنفسي وعدم إحساسي بذاتي أنا استغنيت عنه في سبيل أني أنا أربيكم، فبالتالي السلبيات اللي إحنا عم نعيشها هل هي بسبب التخلي عن هاي الأمور، وشو سلبياتها أيضاً برأيك؟ طبعاً هلأ إحنا في مجتمعنا يعني من زمان تربينا أنه المرأة المضحية هي أم، يعني مرأة يعني وجلد هيك بحبوها أكثر وبقيموها أكثر، وإنه أنت قد ما أنت بتضحي أكثر قد ما أنت يعني تحترمي أكثر. هذا للأسف حتى لو كان إنجازها أقل، يعني بالعكس حتى لو ما كانت سعيدة
خلينا، انا ما بدي المراه تنجز، انا بدي المراه تكون مرتاحه سعيده مع نفسها. ما في سعاده يعني مطلقه، بس على الاقل انها المراه تكون لها وقتها، لها احتياجاتها. ليش طب ليش المراه تضحي عشان اولادها؟ ليش المراه ما كلياتهم، المراه مع الزوج مع الاولاد يكونوا هم يعني شركاء في هاي الاسره؟ ومثل ما انت لك حق، ومثل ما انا بحب مثلا اني ادلل ابني، كمان انا ادلل نفسي. واذا الام ما دللت نفسها للاسف ما حدا رح يدللها، لانه خلص رح يصيروا متعودين على هذا الموضوع. وبرجع بحكي هذا لانه إشي تربينا عليه ومفهوم جديد، انه الام انها تحترم حالها او تحترم، خلينا نحكي يعني، خصوصيتها ورغباتها. وصدقيني الاطفال بنبسطوا كثير لما يشوفوا الام دايره بالها يعني على حالها. بالعكس، مين فينا اصلا ما بتحب انه امها تكون مبسوطه ودايره بالها على حالها ولها وقتها الخاص؟ وبنفس الوقت ما هو انا نفسي كأم بس اكون عم بحترم هذا الوقت تاعي، وانه ما بدي اضحي عشان حدا. بنفس الوقت انت يعني اكيد سعادتك بالنهايه رح تقدر انك تاثري فيها على سعاده اولادك وسعاده عائلتك. سورة الناصر، مدربه التوجيه الاسري، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير.